المهم من بعد ما كان نشأو حساب في ايباي وحساب في باي بال، دابا كنربطوهم بجوج. اول حاجه كنمشيو الحساب، كندخلو ايباي بون كوم وكندخلو الحساب ديالنا، كندير اكونت سيتينغ، كيكون هنايا بهاد البلاصه هادي يعني المبيعات اللي كندير انايا والاقتطاعات، يعني شحال كنخلص على الشهر، يعني كل مبيعه فراني كنحط عليها واحد المقدار مالي يولي هو 10%. كنجي لهنا لتحت، كندير باي بال اكونت، هنايا كندير يا اما الا كان عندي نيو باي بال اكونت يعني مازال ما عنديش، فانا كندير ساين اب كنسجل، الا ما كانش عندي فانا كندير لينك ماي باي بال اكونت، كتخرجني في واحد الصفحه جديده اللي هي كونيكت دو بور لي فوتر كونت. كندير هنا الايميل ديالي وهنايا كندير المود باس، كندير كونيكشن وصافي بريس دي تيرميني. فوالا كندير هنا ريتورن تو باي ايباي. هاد القضية هادي بعض المرات مثلا كيخرجو لنا بعض المشاكل يعني على مستوى ايباي، مثلا كتخرج لنا واحد الفانات خادمة مكتبقاش تخرج لينا، فحنايا هنايا كنعاودو كلينكيو باي بال